قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ملف التجديد للثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي لا يزال مفتوحا، وأنه يتواصل مع اللاعبين في الأوقات المناسبة في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق. وأشار مدير الكرة أن الجهاز الفني للفريق يرغب في الحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية. يذكر أن ارتباط كل من فتحي والسعيد بالأهلي ينتهي في يونيو المقبل، وبات من حقهما الرحيل دون الرجوع للنادي.